هسه طلاب نحكي على الرياكتيفيتي. رياكشن والالكتروفايل طبعا عندي البنزوفيورزين اندول بنزوفيوران بنزوثايفين مثل ما قلنا نقدر نرمز لهم على البي. فهنا شنو بهاي الحاله each have two complete aromatic ring. اذا هيترو رينج اللي ايش تكون؟ بتكون باي اكسسيف. اذا وين الكترون دنسيتي موجود اكثر شيء؟ بال 5 ممبر رينج وليس بالبنزين رينج اكثر اكس. اذا تتوقع الالكتروفايل وين يفضل يروح؟ يفضل على الهيترو سايكل يصير التفاعل. الكتروفايل ديرفور جنرال اتاك وين؟ الهيترو رينج. اندول الكتروفايل اتاك ات دي نيتروجين ويل ريزلت ان لوس اوف اروماتيسيتي. هنا شو بدنا نقول؟ بالاندول بحاله خاصه، خلينا نشوف هنا بالمثال. هاي طلاب الاندول استوروا. هاي الاندول اذا الان مالتها تفاعلت رح يفقد الاروماتيسيتي. ليش؟ احنا قبل كنا حتى يصير مركب اروماتيك مثل البيرول من اخذناه، اخذنا البيرول لازم اثنين اربعة احتاج تو الكترونز، من ياخذهن؟ من الان مال نيتروجين. اذا الان مال نيتروجين تفاعلت رح معناتها ما حيكون مركب بيسك اني مور، لذلك انه يفضل انه ما يتفاعل الكتروفايل وياهم. زين فهذه النقطة اللي دارت لكم اياها. For endol electrophilic attack at the nitrogen will result in loss of aromaticity in the hetero ring. طبعا هاي من معناتها تصير عندي شنو؟ أربع ارتباطات وليس ثلاث ارتباطات. يعني هسه هناخذ بعد شوي الستيل حيكون نوعا ما هو ستيبل ويبقى ما به أي مشكلة. ويعني موجود هالبرودكت هذا يعني ايزوليتد. الحين نجي على هذا هنا مكان الارتباط، مكان الارتباط اما يكون مكان رقم بالالفا او بالبيتا، يا هو المفضل. اذا كان راح بالالفا يكون ما مفضل، ليش؟ لان بالالفا اذا اجت الالكتروفايل بالالفا بوزيشن راح تكون بوزيتيف تشارج وين؟ بهالمكان هذا. وجود البوزيتيف تشارج بهالمكان هذا يعطيني هذين الاشكال اللي هن كلهن ريزلت ان لوس اوف اروماتيستي منو؟ بالبنزين رينج. اذا substitution of electrophile بالالفا position ما مفضل، ليش؟ لان development of positive charge وين تكون؟ بهالمكان هذا، هالمكان هذا من يصير positive charge رح الاروماتيستي مال الاروماتيك رينج رح تنفقد، من رح تنفقد الاروماتيستي بالتالي حيكون شنو؟ هذا المكان ما مفضل. بينما اذا اجت الالكتروفايل position بيتا حتكون وين؟ positive charge بهالمكان هذه. هذا مفضل لانه حيقدر الهيترو اتوم هي ستابلايز البوزيتيف تشارج. اذا بالهيترو سايكل خاصه الاندول خصوصا الاندول دائما يفضل المكان مالته شنو؟ بالبيتا بوزيشن وليس بالالفا. ليش؟ لانه يكون بالالفا بالبيتا يكون بوزيتيف تشارج تقدر الهيترو اتوم شو تسوي؟ تقدر تسوي ستابلايزيشن. نيتريشن، النيتريشن عنده طبعا حالتين هنا. يعني اول شيء نون اسيدك كونديشن اللي هو يستخدم نيتريك اسيد مع استيكن هايدرايد يعطيني نيتريشن بوزيشن نمبر شنو؟ 3. استيل نيتريت بروسيجر، هالبروسيجر يقول حتى اذا كان البنزين رينج بيها الكترون ويدراونج يشتغل التفاعل. استيل نيتريت بروسيجر ورك فور ان الكيل اند ايفن الكترون ويدراونج جروب، يعني اي جروب هنا اذا كانت الكيل او حتى لو كاربونيل او حتى لو اس 2 السلفونيت كلهن اذا كان هنا مو مشكله يبقى هذا التفاعل يحدث بوزيشن رقم 3 اللي هو البيتا بوزيشن. نجي لكن اذا كانت اسيدك احنا هاي شنو؟ نون اسيدك وهاي شنو؟ الكيل جروب. وين يفضل يروح؟ بيا مكان؟ هالمكان هذا يفضل يروح يصير نيتريشن. لكن اذا كانت اسيدك كونديشن يعني H2SO4 مع نيتريك اسيد، لا والله بهالحاله هاي يفضل وين يروح؟ يروح على البنزين رينج. هالمكان هذا يصير السبستيوشن. نجي على الثايفين البنزوثايفين الكتروفيليك سبستيوشن على البنزوفيوران بي او بي بنزوثايفين ليت ماتش ليس سيلكتيف. شوفوا هنا طلاب بالبنزوثايفين يعطيني بوزيشن 3 2 5 7 في ديفرنت بوزيشن يقدر يعطيني، اذا ما بيها سيلكتيفيتي بالنسبه للبنزوثايفين هذا التفاعل. بالنسبه لل النوع الاخر اللي هو البنزوفيوران، هنا ايضا بالنسبه للبنزوفيوران نفس الشيء نشوفه انه النيتريشن طبعا يكون اقل، خلينا نقول يعني نوع من الديستريبيوشن من البنزوثايوفين. هنا نشوفه فقط بموقع الالفا وموقع البيتا. كمل التفاعلات طلاب مالتنا. بالنسبه للهالوجينيشن
الهالوجينيشن بالنسبة للإندول عندي أما بوزيشن رقم 3 أو بوزيشن نمبر أيضا 2. طبعا بوزيشن 3 و 3 و 2 both of them يكون مشكلة بهم بالاستابلتي، لكن ال 3 يكون أكثر استابل. In each attachment electron with drumming group at nitrogen لحيزية شنو الاستابلتي. شو نقصد بها طلابتنا؟ إن هاي نيتروجين الإندول يتفاعل ويا البرامين، يتفاعل برامين أما يكون الهالوجين مثل ما قلنا بوزيشن بالبيتا او بالالفا. هنا طبعا الالفا هو اوريدي اوكيوبايد، اذا منحصر تفاعل بالبيتا. هذا المركب يكون نوعا ما انستابل الا اذا سوينا شنو؟ انه خلينا وذ دروين جروب هنا يزيد الاستابلتي مالته. طبعا الالفا ايضا حتكون نفس المشكله الاستابلتي بروبلم مالته. البنزوثالفين يعطيني شنو؟ 3 ايودا او 3 برومو. فبهذا بالهالوجينيشن شوي يفرق، مو مثل النايتريشن. النايتريشن كان السلفر مو كلش ما يعطينا فد سلكتيفيتي، لكن بالهالوجينيشن لا يعطيني سلكتيفيتي. طبعا هنا مثل ما تشوفون البوزيشن هنا اوكيبايد، هنا قبل شوي استخدمنا هنا برومين مع كلوروفورم بال 0 ديجري، هنا استخدمنا شنو؟ الايودان. هنا يقول لك الفكره مالته شنو؟ السبستيوشن اكر وين؟ بالانسبستيوتد بوزيشن. طبعا هو اوف كورس يعني اوريدي هذا البوزيشن مو سبستيوتد، لذلك حيكون بالبوزيشن رقم 3 مثل الاكزامبل اللي قبله. نجي بالنسبه للبنزوفيوران، هنا أنا التفاعل هاي فقط عشان معلومه لكم، التفاعل ترى يصير نوع من الاديشن بعدين يصير اليمنيشن، بالتالي هو اول تالي حيصير عندي شنو الفكره مالته؟ 3 هالو. يعني بالاخير الفكره مالتهم الهالوجينيشن للبنزوفيوز دائما يصير بوزيشن شنو؟ 3. نيجي بالنسبه للاسيليشن، بالنسبه للاندول، الاسيليشن اذا التفاعل يحدث بدون قاعده او بوجود قاعده، عندي نوعين من التفاعلات، هنا ماكو قاعده. وين يروح الاسيتيل جروب؟ يروح بوزيشن بالبيتا. لكن اذا استخدمنا قاعده ايش راح يصير؟ بوجود قاعده، شوفوا هالقاعده اللي شنو هي؟ صوديوم اسيتيت هنا. حيعطيني وين يروح الاسيل جروب؟ هالمكان. هسه تقول لي ليش؟ لانه القاعده لحد تذكرون هذا نوعا ما هو اسيدك، تذكرون الاندول؟ انه الان اتش مالته هي اسيدك سمها واسيدك، فهذه القاعده لح تشيل هذا الاتش، فبالتالي يصير شنو؟ اسيليشن. وين يصير الاسيتيل جروب؟ بهالمكان هذا، ويعطيني هالبرودكت. هنا بعدكم لاحظ الاخ لانه شنو؟ اذا كان اسيليشن بهالمكان هذا صار الاندول، ونس انه صار اسيليشن بهالمكان هذا بعد ما تقدر تتفاعل ويا الاسيتيك انهايدرايد اني مور، ذاتس ات. يعني ما اقدر اضيف الاسيتيل بعد هنا، الرنك صارت يعني ما تقدر تتفاعل ويا هالري ايجنت. لكن اذا بالبدايه فاعلنا الاسيتيل جروب بوزيشن 3 وبعدين فاعلنا الاسيتيك انهايدرايد من جديد، راح يقدر يجي وين؟ موقع يجي النيتروجين اتوم يصير. فهذا هاي الشغله المهمه. اذا بدينا الاسيتيل جروب هنا أنا بعد ما اقدر اسوي بوزيشن 3، لكن اذا اوريدي بعد مو بوزيشن 3 لا اقدر اسوي بوزيشن 1. ان اسيل اندول، ها هنا الشغله شنو بعد؟ انه اقدر هاي الاسيتيل جروب اقدر اوخرها. شلون اوخرها؟ من خلال استخدام قاعده قويه لاستخدام صوديوم هيدروكسيد تقدر تكسرها. تيجي تقول لي الامايدات تتكسر، اقول لك الامايد سترونج، لكن بالنسبه للاندول لا تفرق. اكو فرق بالنسبه للاندول. شنو الفكره مالتها؟ انه الامايد هاي دائما هي نوع من الريزونانس مالته، تمام؟ مثل ما تشوفون هنا عندي اللون بير مال النيتروجين حيكون عندي ريزونانس هنا. هاي بشكل عام الامايدات. لكن تذكرون بالنسبه للاندول ايش قلنا؟ الاندول قلنا هاي الان احتاجها وين؟ بالاروماتيسيتي. واضحه؟ اذا كانه اللون بير مره هذه اللون بير مشغوله بالكربونيل مال الامايد، ومره اللون بير وين مشغوله؟ بالاروماتيك رينج. تفضل اوف كورس الاروماتيك رينج انه شير اكثر وياها، لذلك انه هاي الاشتراك بيناتهم يكون ضعيف، فبالتالي يقدر اي قاعده تقدر تكسر هذا الامايد بوند. نجي هنا الفولسماير رياكشن اللي هو نضيف الفورمولا جروب، وجود الدي ام اف اند بي او سي ال 3، وجود بعد ذلك ورك اب والبيس يعطيني شنو الفورمولا جروب. طبعا هنا حيكون بالنسبه للبنزوفيوران حيكون بوزيشن بالالفا، بينما الاندول دائما البيتا اللي هو 3، دائما الاندول يتفاعل على بوزيشن 3، لكن البنزوفيوران بنزوثالفين لا، اكو دائما في اختلافات
بهن. يعني عندي هذا البنزو فيوران يكون بوزيشن شنو ال2. فهنا الفكره ما تشتري انه ايضا سبستيتوت تاثر يعني هاي دونيتنج تمام، بتفضل الدونيتنج بالبارابوزيشن الها يعني هذا يعتبر كانه البارابوزيشن، بالتالي اجتي الفورمولا جروب بهالمكان هذا. نجي بالنسبه للرياكشن وذ ايبوكسايد اند ازرتين، مثل ما تشوفون هنا الطلاب ايضا الجروب مالتنا صارت وين على البوزيشن رقم 3. زين اذا مثل ما قلنا احنا دائما الفكره مالتهم التفاعلات يشبع على تظهر البوزيشن 3. الشيء الاساسي انه اريدك تعرف انه من تسوي هذه اتاك، وين تسوي اتاك؟ عندي تسوي اتاك بهالمكان هذا، هكا انه اوبن اب بتنفتح، فصار الهجوم مالته على هالمكان اوبن اب يعطيني هذا البرودكت، فيصير كانه هذا مرتبط بهاي الكربون، بعد ذلك هاي الكربون رقم 2، وبعد ذلك شنو يصير هاي تحول الى او اتش. نفس الشيء للازيريدين، هذا هو الازيريدين وهذا هو شنو الايبو اكسايد.